الله نشوف ايش يصير يعني يا ابني يا ابني حالتنا يرثى لها والله العظيم. في الحر ما انصح اي احد ابدا ابدا. يا جماعة والله هنا قاعدين نعاني في الطلوع. اوكي يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ ان شاء الله انكم بصحة وسلامة وعافية. ايه رحلة ثانية وصباح مشرق اخر ان شاء الله، حياتكم ان شاء الله كلها مشرقة. المرة هذه ماني بالواحد، المرة هذه معي واحد اسمه بديع الحسن، واحد من اصحابي الطيبين ما شاء الله هنا في باكستان. المفروض انه يكون وصل، قال لي انه بيوصل الساعة 5 هنا، صحته 4:45 قلت له قوم، قال لي 15 دقيقة وانا جاهز. يا زول وينك؟ وينك يا زول وينك؟ ما جاء الهس، الناس نايمين ترى. على فكرة اليوم أول يوم جامعة. خلنا أوريكم الدباب، شوفوا الصقر جاهز. أوريكم الدباب شو اسمه كم ماشي. خلينا نشوف الدباب كم ماشي. 5433. طيب هنشوف الرحلة هتمشينا كم. الأرصاد كل يوم هنا لها كلام. أمس الأرصاد كانت تقول في الليل شيقت، كان يقولوا الصباح فيه يمكن مطر، الساعة 7 يمكن فيه مطر، وعلى الساعة 9:10 فيه مطر بنسبة 30%. الحين تفتح تلقى ما فيه، على الله يا رجل مطر فيه ولا ما فيه؟ ما شلت الجاكيت حق المطر والله طال المطر. يلا مشكلة نشيل وبس. شوفوا إصابات الرحلة الأولى، هذا هنا مكسور شويتين، من هنا كمان شوية، بس الحمد لله كلش تمام. عندي سيارة جاية وفي دباب، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا هو؟ لا والله هذا هو، ما شاء الله. بو جلدي يا باي، 5 بجا إدھر آئے گا یہ کس کی ہیلمٹ تھا جو صبح سویرے ہوا وہ کیا الحمدللہ میں واش روم میں گیا ہوں بتا دیں واش روم میں گیا بیٹھا کپڑے اتار کے اوپر سے پانی ختم اللہ اکبر زندگی ایسے شروعات ہوتی ہے بھائی ایک منٹ میں دروازہ کھول لیتا ہوں انا افتح الباب نیا کلر ہے پولیس کا تھانہ نہیں ہوتا اسی طرح بنا ہوا گڈ وہ یونس کو دیکھ یونس ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں اتنی کتے والی اس میں اوكي شباب نحن الحين جالسين على الدباب على بديع السلام عليكم وعليكم السلام اليوم بنروح نوجه على منجا الملح والله يبعد 200 وشويه 100 وشويه بحط لكم في المكان في الشاشه كذا وبعده على كنر كهار هناك في بحيره منجا الملح ترى ثاني اقوى منجا في العالم ان شاء الله نشوف ايش يصير بقلب الكاميرا على جو برو على حق بلوج حق ان شاء الله نشوف ايش يصير يعني يا ابني مطلب بتا کہ چلتا ہے یار انشاءاللہ تیرا راستے میں سے بند ہو گیا دیکھ لے موٹر سائیکل تو اڑنے لگا ہم اتنا زیادہ میں سمجھ رہا تھا مطلب مسئلہ ہو گیا اب میں اس کو زیادہ دوسرے گیئر سے اوپر نہیں چلا سکتا اڑ جائے گا Oh, 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 oh
چکوال وصلنا چکوال يا جماعة اوه ملوان ریوڑی چکوال کہاں ہے چکوال ریوڑی واپسی میں لیتے ہیں یہ مشہور مشہور ہے نا واپسی میں لیتے ہیں باقي ساعة و 22 دقيقة 51 كيلو متر الحين نوقف في مكان نفطر ما فطرنا شنو بنارك الحرم هنا ولا ايش والله يشبه وقفنا يا جماعة في تشكوان غيرنا الخطة هنروح لكلر كهاراور بعدين للمنجم الملح لأنه أفضل تروح وترجع كذا يا أخي استغربنا هي المطاعم تفتح متأخر في تشكوان الناس صحوا مدارس ورايحين ما في مطاعم مفتوحة الحين وقفنا في مطعم يجي على الشارع هنا صقر واقف ورا بديع نيتشكر سريع أو برجر يا يدرجع صقر واقف هنا طلبنا كم حاجة نشوف هذا ايش قاعدين بني جامعة الحبيبة الإسلامية قدامنا 26 كيلو متر تقريبا وهنوصل على كلر كهار نروح كده سيدة والله ريحة الله طالع منها ريحة السمن هذا كفتة ولا ايش هذا شو هذا بيض مع الحمص والله يلا بسم الله جيبني يترك الجوال بعدين كلها بعدين بعدين يا أخي بعدين يا أخي يا أخي صبرون يا أخي يا أخي مسجون بعدين يا أخي أول طعام أها فنانا المسجنا هذا ضروري بغيرت في احد قال لنا في هنا يعني كم بحيره وزي كذا في بعضها بعيد في بعضها قريب في هذا نيلوان فقلنا نشوفه المشكله مو هنا هلا المشكله مو هنا المشكله انه وقفنا الدباب هنا والصقر واقف هناك ليش عشان بننزل من هنا بالرجول نص ساعه وبعدين بنطلع نص ساعه تحت خلونا نشوف يلا. يا جماعه نحن الحين رايحين لهالمكان شوفوا هناك في قرية وورا ما في أحد وما نعرف قدام الهن في ما شين بس نشوف بس هنا في 3G الكلام الكويس في 3G تعرف الفصيلة له؟ هنشوف هي هو قال لنا من هنا تروح هناك تحت بس يا جماعة بالله شوفوا المكان كيف والله ما في واحد والمكان يا أخي الحين كيف ننزل يا اخي همزه ها انا لا اريد ان اذهب الى هناك بيت وشاليغا نزلنا كل هذا تعب وعرق عشان شوفوا كيف مبلل من العرق الحين بنرجع مرة ثانية على فوق يا رب يا كريم نكتي النزول سهل الطلوع
يا جماعة والله هنا قاعدين نعاني في الطلوع، معرقين لدرجة هم وهو درسي لخبط حتى من وين جينا. يا رب يا كريم أشوفكم فوق، شوف الطريقة، لو ما في الأسهم هذه جزاهم الله خير اللي سواه كنت ما عرفت. وأخيرا شفنا الشارع العام شباب، جينا من هنا، حالتنا يرثى لها والله العظيم في الحر، ما أنصح أي أحد أبدا أبدا، في البرد يمكن أما في الحر والله اني قاعد ادوخ سكران. ولا شربت ولا قطرة موية، يا رب يا كريم. الى كلر كهار، البحيرة المشهورة فيها هذيك هي قدامكم، شوفوا هذه. طبعا احنا بننزل لها مشوار، خلاص ما بقي شيء، بننزل نشوف ايش فيه في المناظر ما شاء الله، لكن حر والله حر. شوف الصقر، بحيرة كلر كهار اللي كنا نوريكم اياها هذه هي قدام. يا جماعة وصلنا هنا تفاجأنا انه ما تقدر تروح قدام الا اذا تبغى تستعمل القوارب او البوتينج اللي يسموه. ف البوتينج اذا تبغى تاخذ حق الماكينة المحرك هذا ب 650، والعادي اللي تسوقه بالرجول زي السيكل بوريكم، شوفوا هذا العادي واقف، هذا زي السيكل اللي تسوقه، هذا ب 200 روبية، وذاك الثاني ب 750. عاد نحن تونا سوينا هذا، ما فينا حل لا نسوق ولا نجلس، بس كنا نروح نصور ونتحرك نروح على منجم الملح، ما نبي نتأخر، بس برضو ما يسمحون يقول لك لازم تاخذ القارب، فاحنا ما عندنا ولا القارب ولا شيء، ياخذوا لك لفه على هذا. فقلت اصور لكم من هنا، هذا هو كلر كهار، هذه البحيره، وفي حاجات هنا غيرها زي الفنادق والفنادق الخفيفه، المطاعم الخفيفه والاكلات وبعض الالعاب وزي هذا. يقال ان الامبراطور المغولي زهير الدين بابر مر من هنا لما كان يبغى يروح يهاجم الهند، ان يبغى يدخل على دلهي، فكان رايح على جهه كابل افغانستان، فمر من هنا من هالمنطقه تاريخيا يقال. المهم يا شباب الى هنا بنغطي بلوج اليوم، خلاص نغطيه، قصدي بنخلصه يعني خلاص نفنشه. البلوج الثاني ان شاء الله بتشوفوا فيه المنجم الملح اللي هو يعتبر ثاني اكبر منجم في العالم ان شاء الله. البلوج الجاي، البلوج هذا كان عباره عن زياره للبحيره هذه، بحيره كلر كهار، وايضا للينبوع الماء اللي كان في ايش اسمه والله نسيت. وبس هذا كان فلوق اليوم، ان شاء الله اشوفكم في الفلوق الجاي. لا تنسوا من الدعم والاشتراك واللي هو يعني تدعمونا شويتين عشان نقدم المزيد والمزيد. والله اليوم هو تعبنا تعب، شوفوا حالنا. كمان نسيت نبهكم، هذا يفتح من الساعة تقريبا 6 7 لا استغفر الله، من الساعة 8 9 صباحا إلى الساعة 6 ونص 7 مساء. أوركي كابو المشاريب. أنا أنصح لكم يا شباب لا تزهقوا، هذا خطير 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 جدا. خطير ليه؟ متعب. متعب أو خطير؟ خطرناك بتقول. ها يبيها هذا خطير. خطير أو أيضا متعب جدا يا أخي. لا تزهقوا. نشوفكم الحلقة القادمة. في امان الله، في رعاية الله، خداها، مع السلامة. عذكر 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 عذك